شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة متحدثا رئيسا في ندوة رفيعة المستوى حول التمويل المستدام والتي نظمها بنك ستاندرد تشارتر بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين بحضور عدد كبير من المسؤولين بقطاع التنمية المستدامة والبيئة والقطاع الاقتصادي والمالي. أكد الدكتور ميرزا خلال كلمته أن القيادة الحكيمة في مملكة البحرين تولي اهتمامها البالغ بالاستثمار في مجالات الطاقة المستدامة وتشجيع استخدام الطاقة نظيفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتأمين مستقبل مستدام للطاقة يواكب التكنولوجيات الحديثة وآخر التقنيات التي توصلت إليها دول العالم في هذا المجال، كما أن الحكومة الموقرة تساند كل الجهود الدولية في التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والسعي إلى رفع كفاءة الطاقة. وقدم ميرزا للحضور عرضا مرئيا سلط الضوء عليه في الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي تحققت في مملكة البحرين في الطاقة المستدامة ورفع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الماضية. وقال ميرزا إن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تعمل على توفير ملايين الدنانير من ميزانية الحكومة من خلال تنفيذ 22 مبادرة من مبادرات رفع كفاءة الطاقة، حيث أن الهدف المنشود هو توفير أكثر من 230 مليون دينار بحلول عام 2025. هناك تحديات كثيرة في هذا المجال، منها محدودية الأراضي التي يمكن الاستفادة منها في تركيب الألواح الشمسية، منها قلة الخبرة في هذا المجال، منها التمويل، والتمويل هو التحدي الرئيسي. وهذه الندوة التي تنظمها مصرف تشارتر بانك بالتعاون مع جمعية البحرين للمصارف مهمة جدا في إيجاد الحلول لكيفية تمويل مشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.